السلام عليكم، كنرجع معكم من جديد مباشره من محلات اواني شعيب، وهاد المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا ديال مدينه المحمديه باش نوريكم الجديد والعروض اللي فريمون سبيسيال عند سيمون السي رضا ومنعيم وزهير. المهم من زهير جاب لكم التويشيه رائعه، هاد القرعه اللي فريمون زعما عجبتني، شي حاجه جديده في عالم ديال القراعي، والثمن ديالها هي فريمون سبيسيال. هادي كنبيعو ربعة ديال القرائب ب 1200 ريال، واعره خطيره جدا. الناس اللي كيعجبهم اي بوكسو ليا، لا واعره ثاني عجبتني. شتا بانت ليا قرعه زعما مستيلي وزوينه. العدد قليل شويه، الناس اللي غاديين يجيو غدا في العشيه يقدروا ما يلقاوهاش، لان فيها غير هاد لي بيس اللي كتشوفوا. الناس اللي غايجيو غدا في الصباح هما اللي غادي يلقاوها ان شاء الله. هاي في هاد القرائي اللي هنا واللي هنا، أربعة بألف ريال. اللي ما لقاوش الناس غير نهار الحد ولا غدا في العشية، راه غادي نجيبوها لكم إن شاء الله نهار اثنين. الباك شعيب ديسبونيبل في المحمدية، ستة ديال التباصل وواحد كبير، والبلاطو اللي كنوري لكم دائما والفراقة على جوج، الثمن ديالها كيدير 4000 ريال، 199 درهم. التبصيل هذا تبصيل فريمون سبيسيال وخطير، كنبيعو 4000 ريال. هاد التبصيل الطويل حتى هو 4000 ريال. هاد الكيسان زهير، هاد الكيسان هادو شحال؟ 20 درهم. الكيسان ديرو بروموسيو 300، غنديرو 300 درهم، ولكن اللي خدا 4 غنديرو 1000 ريال السبت والحد. يلا 4000 ريال، يلا تبرعوا ليا مراتكم. 4 ديال البكيات ديال الكيسان 4000 ريال، هادو 4000 ريال، وهادو 4000 ريال. الفراقة كريستال واعرة، الثمن ديالها 1600 ريال. المقلة لاكورد اوريجينال الثقيلة ديالها ديال اسبانيا، الثمن ديالها 4000 ريال. هادشي واعرة خويا، راه هادشي ديسبونيبل في المحل ديال المحمدية. مرحبا بكم. المقراج المجلج واخيرا جبناه، ولكن حصريا في المحل ديال المحمديه، وثمن رائع وسبيسيال. طاجين على 4، الثمن ديالو 1200 ريال. مرحبا، شكرا، الله يحفظك، مرحبا. هاد البر، هاد التبصيل هذا كبير مربع، بزاف الناس سولوا عليه، ما بقاش ديسبونيبل في البرنوصي، ما بقاش ديسبونيبل في المدينه، ما بقاش ديسبونيبل في القريعه، وحصريا في المحل ديال المحمديه عند زهير حصريا. ثلاثه ب 1200، حتى هذا حصريا عند زهير. هادو 4000 ريال، 4000 ريال حصريا عند زهير. هادو 4000 ريال حصريا عند منعم. الباك مازال مستمر هذا الويكاند كامل، الثمن ديالو 4000 ريال. الناس ديال المحمديه مرحبا بكم عند اواني شعيب، الناس ديال الرباط، بن سليمان، قنيطره، سله، بوزنيقه. الناس ديال بوزنيقه راه عندهم بوزنيقه، راه 10 دقائق يوصلوا عندكم، 10 دقائق. الناس ديال بوزنيقه نعم، المنصورية، دابا انت جاية من المنصورية، مرحبا بالناس ديال المنصورية وألف مرحبا. هادو تا هما كنبيعو 4000 حصريين عند رضا. التبصيل جوج ب 1200 ريال. خويا زوير، أنا عجبتني هاد القرعة هادي حصريين عند زوير. سكينة، واش هادي غتبقى حصريين عند زوير ولا غادي تتنافسي؟ ها؟ غندوقها 110. شوف هادي ما تزكلاش، شوف هادي ما تزكلاش السكينة، هادي غتجيبها السكينة للقرعة. المهم حاليا في هاد الويكاند هذا حصريين عند زوير، الثمن ديالها 14 4000. سكينة ما بقيتيش حصريين، شحال الثمن اخويا؟ 90 درهم.
90 درهم المباخره سكينه اختي ما بقيتيش حصريين. بغيت نذكر خمسه ديال الناس اللي غاديين يجيو من الاولين للمحل ديال المحمدي غدا غاديين ياخذوا كادو مع العشرة ديال الصباح. خمسة ديال الناس غاديين يجيو غدا للمحل ديال المحمدية إن شاء الله غاديين ياخذوا كادو مول عام. خمسة ديال الكادوات ديك المرة ديك المرة فرقتي سبعة. خمسة خمسة وكاينة خمسة للحد. خمسة الحد شي يلاه سير شكرا سي زوير. كاين مول عام اللي غيفرق قبل ما عقلت. لا مول عام مول عام اخويا اليوم التبوكازا سيرفيت داك الشيء نقي برافو مول عام تحياتي. الاخوان واحد القضية قبل ما نوريكم السلع اللي عندنا نقول لكم المحل فين كاين. المحل كاين مقابل كاين هنا واحد الجامع ما عرفتش واش كيبان لكم في هذا الليل هذا ها هو واحد الجامع كاين هنا شفتوه هذا الجامع هذا اللي هنايا هذا الجامع هذا سميتو جامع مالي ياك بلاش ندور هذه باش تحيد لي الزوم هذا الجامع هذا سميتو مالي هذا الجامع الطاكسي اللي غادي دابا الا قلتي لي تيليبوتيك عيشه يجيبك لهنايا تيليبوتيك عيشه تيليبوتيك عيشه اون فاس مع المحل ديالنا ها هو غير باش تكونوا عارفين هاد القضية أي وأي طاكسي صغير الناس اللي نازلين المحمدية راه كاملين بغيت نسولكم واش كاين شي واحد ساكن في المحمدية وما كيعرفش تيليبوتيك عيشة كتبوا لي في التعاليق لأن قالوا لي تيليبوتيك عيشة هو هاد البلاصة معروفة في المحمدية سولوا على تيليبوتيك عيشة حنا أونفاس معاها ولا سولوا على جامع مالي وغدوروا على اليسر غتلقاو المحل هنايا مرحبا سي اشرف كتفرج اشرف اش كدير؟ تفرج اخويا تفرج الله اكبر عندك اي عندك عندك التفصيل هذا؟ دابا القراعي شفتيهم في اللايف دابا فتي لهم والله انت برافو عليك انت اول وحده غادا تاخذ هذا القراعي حصريين كاين انا غنمشي كاس رواية هذا شي حاجة خطير واعر 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 شحال الثمن ديال هادو شاشة 3000 ريال شحال 12 درهم 60 درهم 12 درهم 12 واعر واعر 4 ب 1200 نعم عطا خويا 4 عطا 4 ب 1200 حصريين حصريين بلاتي يا خويا بلاتي ترى بالزربه جات لهم السيده برافو على هذه جيرانكم اللي دائما كتشكرهم وكتقول لي الله يعمرها دار ظريفين كتشكرهم في الغيبه ديالهم. جيران الله يعمرها دار كامل. ايوا الحمد لله. تحيه للناس ديال المحمديه. اوه الجديد اخويا الجديد الجديد الجديد. اخويا انت راك كتبرع عليا الناس ديال المحمديه عاوتاني. راه غيوليو يجيو عندك الناس من كازا واقيلا. ما تيجيو من كازا الدوري. نهار اثنين وما تيجيوش وحدهم اخرى زعما تيدافن عنده. ايوا مرحبا. هادشي واعر 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 هذا غنديروا ليه شوف انا غنتبرع على الناس في هذا الويكاند غندير ليه 70 درهم شي حاجه كريستال اي حاجه في الخويا واعر واعر والثمن ديالو جد مناسب اللي هو 70 درهم بلاطو 1000 ريال اينوكس 1000 ريال 1000 ريال 1200 ريال وهذا 70 درهم باليدين ديالو خطير 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 سلعة زوينة نقية عطيني الثمن ديال هذا غنديروا لي 80 درهم هذا الويكاند شحال نديروا لك الويكاند؟ دير لي 1600 درهم برع عليا الناس وهذا ديال القلوبة غدير ليه 90 درهم 1800 برع عليا الناس هادو غنديروا لهم 4000 ريال طاجين وهادو 4000 ريال الفراقة العجيبة 70 درهم طاجين 4000 ريال وهادو 4000 ريال وهذا 3 ب 1200 كاين هاد الطاجين هذا 1200 ريال 60 درهم الكبير ديالو ها باش يبان لكم قداش كبير ها هو هذا الصغير 3 ب 1200 والكبير 1 ب 1200 ريال شعيب الكيسان كريستال الجباكيات ب 50 درهم ما كاينش في المدينه صراحه ما عرفتوش الناس اللي سولوا على هذه راه جبناها وثمن فيها جد جد مناسب وريني وريني ديك الكاس ديال هذا البراد هذا راه ديسبونيبل
14 1600 18 100 100 درهم 2200. هذا تا هو 16 100 18 100 100 درهم 2200. 16 100 18 100 100 درهم 2200. الجديد اخويا هذيك هذيك الزوايا. 16 100 18 100 100 درهم 2200. هادشي زوين كاين اخويا الجديد. انا راه كنجي عندكم المحمديه كندوخ تبارك الله. السلعه زوينه ومتوفره ومتواجده وهادشي رائع. الاخوان ديال المحمديه هاد الكاس هذا كيبيعوا لكم زهير ب 90 درهم غتاخذوا هاد الويكاند ب 1400 ريال. زهير السبت والحد يلا سير 1400 ريال السبت والحد سير. هذا تا هو 1400 ريال زهير برا عليا. هادشي كاليتي عاوتاني. جوج الموديلات فيه جوج الزواقه شوف الزواقه واعره هادي واعره واعره هادي خطيره. هادو تا هما غتاخذوهم ب 1400 ريال السبت والحد 120 درهم السبت والحد. زيد ارى ليا هذا هادو غنديروا اليوم اخويا هذا الويكاند هذا 1200 ريال بر عليا الناس هاو. زيد سيدي سير هادو غنديروا اليوم تاهما 1400 ريال زهير هذا الويكاند 1400 ريال. وهادو 90 درهم. هادو 90 درهم خويا زوير ما يمكنش هادو يكونوا اكثر من الثمن. هادو راه كنا كنبيعوهم ب 2600. واش المشكل خويا انت باغي تبرع عليا الناس ديال المحمديه ان شاء الله فهم بحال البيضاوه بحال البيضاوه كازا كي هادو كيديروا 1800 وهادو 100 درهم. بلاتي ورينا خويا شنو ما وريتش. فينهم هادو واعرين خويا رضا شد لي بحال هكا ودور دور 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 1400 دور لي بحال ويلي 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 خطير 1400 فيها 24 بياسة. وريني ديال 1200 ريال اخويا وريني الكحل ديالو كيبان راق. هادو 1200 ريال تفصيل البلاطو رويال وريته لكم قبيله في المحمديه في البرنوصي. بلاطو كاين هذا 1400 1800 2600 2600 100 درهم وهادو 100 درهم وهادو 3000 ريال. ابراق اترو في ثمن جد مناسب. كاين عاوتاني سونيفير 200 درهم ولا شوار كوكينغ راه ديسبونيبل المحمديه الثمن ديالها 3000 ريال. اينوكس من الفوق ومن اللي تحت فيها اربعه ديال الماس. زيد اخويا المقير جات ثمن مناسب حتى هما 1600 1800 100 درهم 2200. العصاره ديال الليمون زهير غدير ليها 4600 الويكاند. كل مورا شحال كانت دايره بعدا باش يعرفوا الناس اللي قبلهم. كنا دايرين بروموسيون 205000 ريال غنقصوا 400 ريال 4600 الويكاند. هادي ديال 4400 غنقصوا فيها 20 درهم غتولي ب 4000 ريال. هادي الايس هادي كطحن الثلج وهادي هادي عاديه كطحن عادي وهادي كطحن الثلج. الثمن ديال هادي 4000 ريال وهادي 4000 3600. سخين عطاك المقراش العجيب ناس. كسرونات اخويا الجديد ديال الكسرونات عندك هنا كاينين هاد الكسرونات 4000 ريال على خمسة كاليتي مزيانه. وكاينين هادو حتى هما زهير فراسك واحد القضيه الترم هاد الكسرونات راه غيتزادوا في الثمن. تزادوا في الثمن هاد الكسرونات راه ولاو كيديروا 5400 جمله ب 5400. حنا مازال كنبيعوا لكم ب 4000 ريال يعني هادو غتوليو تاخذوهم ب 6000 ريال من المارجي. حنا كنبيعوهم ب 4000 ريال تبرعوا ليا مع راساتكم. سميه عبد العزيز ديديكاس خويا عبد العزيز وديديكاس الناس ديال مكناس. واخا كيبان لكم صغير عنده 18 عام ياك تبارك الله اللهم يبارك ويستر.
كاين هاد المقراج جبناه لكم جديد وتوا غنديروا ليه واحد العرض سبيسيال ان شاء الله في هذا الويكاند. هذا غنديروا ليه 1800 ريال، هذا 90 درهم. يلا تبرعوا ليا مع راساتكم. السلام، واش كاينين الكيسان في القريعه؟ كاينين هاد الكيسان كاملين في القريعه، سكينه عندها كل شيء في القريعه. الله يرضي عليكم. الناس اللي غاديين يجوا للمحل ديال المحمديه ما تنساوش انكم تجيو معكم ورقه مكتوب فيها الاسم الكامل ورقم التليفون، لان زهير غادي يدير لكم واحد الطومبوله غيبرعكم كادوات. شوف شوف غنربحهم المقله العجيبه. اوه زيد اخويا اش غتربح؟ لا انا عندي سكينه اش غتربحهم في القريعه؟ قالوا لي موجده شي مفاجاتنيش. وخويا القريعة. السلام عليكم اخوان، المحل ديالنا في القريعة غتسولوا على الرومبو ديال دوليدول، الرومبو ديال مالي البونج، الرومبو ديال مالي البونج في القريعة. اي واحد قلتوا لي اواني شعيب غيوريكم المحل، راه مقابلين حنا ملاصقين مع ملاصقين مع القهوة ديال لو بولفار. واحد القضية نوضحوا ان المحل مراقب بالكاميرا، الناس كيجيو يتقدموا عندنا مرحبا بكم، والناس اللي عندهم نوايا واحده اخرى راه عندنا شي تسجيلات غنشوف اشنو غنديروا فيهم. قال محلاتكم كاميرا حتى القريعه كاينه الكاميرا، وحتى في المدينه، وحتى في زهير خويا تليفونك الله يرضي عليك. دائما كنذكر عاوتاني الباك 4000 ريال، الناس ديال الرباط، والناس ديال القنيطره، والناس ديال سله، الناس ديال الرباط، غنأكد على الناس ديال الرباط، راه عندكم طوموبيل 30 دقيقة توصلوا عندنا، 30 دقيقة في الطريق، 30 دقيقة في الطوموبيل تكونوا عندنا في المحل ديالنا. بالنسبة للناس اللي كيشوفونا في اللايف، دائما كنقول لكم راه الدعم ديالكم لينا هو اللي كومونتير، الدعم ديالكم لينا هو البارتاج، الدعم ديالكم لينا هو القلوبة. لهذا كنذكركم دائما بغينا اكبر عدد ديال القلوبة. الا كتشوفوا اللايف من هنا غتكليكوا على بزاف ديال القلوبة هنا وغتجيو هنا فهاد البلاصة وغديروا لنا تعليق كومونتير، خليو لينا قلب هنا وبارطاجي. هي هادي هنا بالعربي بالفرنسي بارطاجي، ولكن عندكم التليفون بالعربية غتلقاو هنا مشاركة، يعني غديروا بارطاجي ومن بعد غتكليكيو على هادي وغديروا بيبلي، اولا غديروا بارطاجي من بعد غادي تكليكيو على هاد الجروبات اللي هنايا. جروبات بغيناكم تبارطاجيو اللايف. يلا بارطاجي شي الجروب ياك منعم، منعم بارطاجي دابا اللايف في الجروبات ياك حيت عطاوني انك ديجا بارطاجي. غنحاول نقرا التعاليق ديالكم. سعاد كتقول واش كاين الباك في القريعه؟ كاين في القريعه. اكرام كتقول شعيب واش كاين الكيسان كريستال اتاي مشنفين؟ كاينين في المدينه. انا ديما كنبارطاجي. شكرا ام عمر، بشحال المقالي بالخطا ديال التيتانيك؟ كاينين ديال 1400 ريال اللي هما هادو، ها هما هادو ب 1400 ريال السبت والحد. لا ماكم تيتانيك عندنا النمره 28، النمرة 28 ب 2200، والنمرة 30 ب 2400، هاهم واعرين. النمرة 30 ب 2400، أم عمر كتخلي لينا قلب. الناس تازا ديما ناسينهم باللغ سلامي، الأختي سكينة ميدو كيسلم عليك الناس. ياك كليان ديالك من تازا، كيصيفط لك كتواصل أنت وياه بلاتي. الناس اللي خارج كازا وكيبيعوا ويشريوا غيتواصلوا مع سكينه، غادي تواصلوا مع سكينه غتعطيو. نقول لكم كيفاش كنخدموا، غتواصلوا مع سكينه في 07 01 21 21 26. سكينه النمره ديالك. الناس اللي خارج كازا 01 21 21 26. مرحبا، راه سولوا الناس ديال التعاليق سكينه. ما كنقدروش نحطوا النيميرو التليفون ديال الواتساب فريمون، كاين ناس اللي ما يعني هذه ماشي النمره ديال الواتساب، هذه ديال التعيط. مني عيط لك وتعرفي بنادم راه باغي تقدع الدوز ديال الواتساب. الناس ديال ساز اي سلمت عليك اخويا ميدو. عافاك، واش كاين هذاك الثمن اللي طالعين به دابا في اللايف؟ هو اللي كاين دابا، هذا الثمن اللي كتشوفوا دابا غيكون ديسبونيبل ان شاء الله غدا
السبت والحد. مرحبا بكم، ما تنساوش الناس ديال المحمديه، مرحبا بكم. خمسة الناس غيجيو غدا هما اللي غياخذوا كادو، وحتى الحد ان شاء الله خمسة الناس اللي غاديين يجيو يتقداو هما اللي غياخذوا كادو. بالنسبه للمحل ديالنا ديال المحمديه راه كاين مقابل مع تيليبوتيك عيشه. تيليبوتيك عيشه معروف على الصعيد ديال المحمديه. هذا اللايف هذا بغيت الناس كاملين يبارطاجيو باش يوصل الناس ديال المحمديه. بغيت كلشي يبارطاجي هذا اللايف هذا، واي واحد كيعرف شي واحد ساكن في المحمديه هذا اللايف هذا غتبارطاجيه ليه وغتقول ليه راه اواني شعيب عندكم في مدينه المحمديه. حليتوا محل في القريعه واربع شهور المحل محلو في القريعه. البراد المجل هذا البراد هذا راه كاين في المحمديه، واعر 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 بزاف، ما بقاش حصريا عند سكينه. هذا الصغير ديالو ب 1800 والكبير ب 100 درهم. ثمن فريمون فيه سبيسيال ورائع جدا. هذا المول هذا ديسبونيبل في المحمديه اللي قلنا لكم كيدير 5000 ريال، وفي المحمديه ب 2600 حصريا. هذا المول هذا حتى هو كيدير 130 درهم. دائما كنذكروا كنعاود نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، وانتوما منعم اشوف اخويا هذا الباك ديالك اخويا منعم. زوين باك واعر واعر صراحه. هذا الباك هذا نورمالمون فيه 6 ياك، 1 2 3 4 5 فيه 5. هذا الباك هذا نورمالمون كيبيعوه ب 120 درهم، غير هو كيديروه في كرتونه. الاخوان هذا الباك هذا كيبيعوه ب 2600، غير هو كيديروا في كرتونه. حنا غنعطيو لكم بلا كرتونه ب 1200 درهم. السبت والحد اثنين غيولي ب 70 درهم. اثنين غادي يولي ب 70 درهم هذا ان شاء الله. منعم واحد دقيقه. كاينه سلعه زوينه، كاينه المباخره، كاينه المباخره هذه الصغيره ب 900، هذه ب 1000 ريال، والكبيره ب 1200. 900 1000 ريال 1200. كاين هاد المباخره حتى هي كدير 50 درهم. البورت كاطو بالرجل 1600 ريال. كاينه سلعه زوينه فريمون ومتوفره، هاد الفراق على 3 1600 ريال، طاجين 1200 ريال. ما تنساوش بغينا اكبر عدد ديال البارطاج، لان البارطاج ديالكم هو الدعم لينا. كاينه سلعه كثيره يلاه جات، ها هي السلعه ديسبونيبل يلاه جات. ان شاء الله غدا غادي نزيدو نحلوها باش تجيو تشوفوا الجديد حصريا عند اواني شعيب مباشره من المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه مقابل مع تيليبوتيك عيشه. المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه، اي طاكسي صغير في المحمديه قلتوا لي تيليبوتيك عيشه غيحطكم حداه. المحل ديالنا راه اونفاس مع تيليبوتيك عيشه. المحل ديالنا اونفاس مقابل مع تيليبوتيك عيشه. الناس اللي غاديين يجيو من خارج المحمديه غادي تسولوا على جامع مالي، ملي توصلوا حدا جامع مالي عاد باش تسولوا على تيليبوتيك عيشه. تيليبوتيك عيشه هي هذه البلاصه كيقصدوا بها، هي هذه البلاصه، هذه الحوانت هما تيليبوتيك عيشه. حنا اونفاس معاه، المحل ديالنا هو هذا. اواني شعيب المحمديه، المحل واضح جدا باش انكم توصلوا ليه بكل سهوله وبطريقه مباشره. الباك اللي فيه البلاطو واللي فيه الفراقه واللي فيه الترسيل على 7، الثمن ديالو 199 درهم، راه ديسبونيبل عندنا. هذه شيء فيها ثمن سبيسيال ورائع. محمد رضا كيخلي انقرا التعاليق ديالكم، بغينا اكبر عدد ديال التعاليق. يلا اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي تعليق، اللي بغى شي ديديكاس ومرحبا بكم. ام خديجه كتقول جاوبني اعطيني السؤال عافاك. ام رضا كتخلي لينا قلب. ام خديجه كتقول واش كاينه لا ليفريزو؟ كاينه لا ليفريزو اليوم في الليل، غنحط لكم نوامر التليفونات ديال ليفرور. ام عمر كيخلينا قلب. ماما تريتاش كتخلي لينا قلوبه. نو كنتو كتصلحوا فيه المحل ديال القريعه، كنا كنصلحوا فيه ولكن دابا تيسعناه وصلحناه ولا واعر، وبزاف ديال الناس كانوا كيجيو كيلقاو مضيق، ومني جاو دابا فرحوا بزاف ولاو كيجيو يتقداو فيه. والمحل ديال القريعه دابا حاليا هو لا طوندونس في محلات اواني شعيب.
الرقم واحد حاليا. لا لا حاليا لا توندونس والرقم واحد في محلات اواني شعيب هو المحل ديالنا في القريعه سكينه. لا توندونس دابا هي سكينه والقريعه. القريعه هي لا توندونس. محلات اواني شعيب القريعه هي لا توندونس. عندنا دابا لا في السلعه لا في الديكوراسيون ديال المحل لا في بزاف ديال اللعيبات لا في الجديد لا في كل شيء. دابا سكينه شحال في الساعه؟ 11 ونص غنديروا اللايف عندك 11. لا حيت دابا عندك واحد الباب كيطلع للدار. منو غنطلعوا للدار الناس؟ يعني ما خارقينش حال الطوارئ. غناكي الناس في المحل اختي هنا. لا قبل من 11 غنديروا اللايف. هادو الثمن ديالهم 70 درهم. 70 درهم السبت والحد. السبت والحد ابتداء من 2 غيوليو ب 1600 درهم. نوريهم. هادو الثمن ديالهم 70 درهم السبت والحد ابتداء من 2 1600 ريال. زهير توا لا واحد القضيه. زهير توا عنده لعيبات. سكينه ما عندكش هاد القرعه هادي الجديده. هذا شوف غفلك شوف الغفله. القرادة شي ديالي يعني. الله معكم. حصريا القرادة. لا القرادة كاينه في القرعه في البرنوص. كاينه في كاينه في القرعه. هو وجد على القرعه هذا خير. قول لها الثمن. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف. دائما كنذكرك مرحبا بكم مباشره مع محلات اواني شعيب. كاينه سلعه زوينه. ما تنساوش بارطاجيو لينا اكبر عدد ديال اللايف. بخير عباك شعيب. يلاه 17 دقيقه مازال نزيد 11 غنزيدو 5 دقائق في اللايف. وريونا خويا الجديد. كاين هاد اللعيبه هادي بلاتي 1400 ريال. هادي 1400 واعره صراحه. 70 درهم الثمن فيها رائع. البورت غاتو 100 درهم. زهير باك ب 4000 ريال ومفرق صوب مع الناس في الثمن. اللي بغى الفراقه بوحدها اللي بغى التفصيل بوحدو اللي بغى البلاطو بوحدو دير معاهم ثمن سبيسيال. شوف شتي السبت والحد ما كاين غير الرزق داك. فين كتسكن انت؟ هي فين قريبه؟ حيت بنت العائله جات تقدات ما عرفت لك. واحد الدري كيبيع الماعن واعر بثمن زوين. تقريبا هذاك الشيء. مرحبا بها وصيفطاتكم. حنا كنديروا اللايف. دخلوا الفيسبوك. اي دخلوا اللايف وكتبوا اواني شعيب. واحد القضيه خمسه الناس اللي غيجيو غدا هما الاولين ملي غيتخداو ياخذوا كادو. ولكن خصك تجي من الخمسه الاولين. الا سبقوك خمسه ما غتاخذيش. غنحلوا مع 10. شوفي ملي جات تقدا يجي لي معاك ورقه مكتوب فيها سميتك وكنيتك ورقم التليفون باش تشاركي في الطومبوله. حتى هي شوفي الطومبوله كنربحوا فيها شي حاجه. واه شوفي ها نربحوا راجل مول عيم. انا كاين مول عيم. شوف غادي نربحوكم مول عيم. راجل ونص دابا هي قالت لي ربحونا راجل. شوفي غير ربحوك زهير. ربحوك زهير. لو تاكل راجل ما عنديش مشكل. صافي شوفي ان شاء الله غنشوف. شوف هاد القضيه اختي حنا دائما تحت طلب الزبناء ديالنا وغنحاولوا نشوفوا هاد النقطه في عين الاعتبار. غنحاولوا اننا لا مع راجل. لا ولكن حنا لا ولكن حنا ولكن حنا لا شوفي ولكن حنا كيتبعونا. شوفي حنا شوفي حنا اغلبيه الزبونات ديالنا نساء متزوجات. اغلبيه الزبونات ديالنا نساء متزوجات يعني عندهم يعني العيالات المتزوجات غيربحوهم كادو
والعازبات وقلتي وشنو عاوتاني والمطلقات ربحهم راجل. مرحبا. مره مره كنبسطوا مع الزبناء ضحكت معنا ضحكنا معاهم هادشي اللي كاين. مره مره قالت لينا ربحونا راجل ضحكنا معاه هادشي اللي كاين. مره مره نبسطوا مع الكليان ديالنا ومع الزبناء ديالنا. دائما اذكر انتم مباشره من محلات اواني شعيب، وهذه المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا ديال المحمديه. المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه، ركزوا معايا مزيان الله يرضي عليكم، المحل ديالنا اللي كاين في المحمديه مقابل مع تشيلي بوتيك عيشه. اي واحد قلتي لي تشيلي بوتيك عيشه غادي يوريه لك المحل ديالنا اونفاس معاه. اللي ما عرفش تشيلي بوتيك عيشه قولوا ليهم جامع مالي، جامع مالي ولا المسرح، جامع مالي ولا المسرح راه حتى هو في الزنقه ديالنا. غادي ندوزو دابا، غادي ندوزو دابا، غادي ندوزو دابا للمحل ديال القريعه. دابا شويه غنديرو فيه اللايف وغنقول لكم فين كاين. شكرا لكم. سلعات زفره زوينه، كاينين المقارش الثمن مناسب الهاشوار. الناس اللي كيعرف شي عروسه، اللي كيعرف شي واحد يلاه كياتي الكوزينه، اللي كيعرف شي واحد يلاه شرى الدار في المحمديه ولا في بن سليمان ولا في بوزنيقه، قولوا ليه راه اواني شعيب عنده اثمنه مناسبه. يلا العيالات انتم الدعم ديالنا، انتم التشجيع ديالنا، بكم انتم باش حنا مستمرين، بكم بعد الله سبحانه وتعالى، بكم انتم باش اننا والزبونات ديالنا كانوا الزبناء رجال ونساء. ان بزاف ديال الرجال كيجيو تقداو عندنا، تبارك الله عليهم وشكرا لهم، والف الف مرحبا بالناس كاملين. واسو كاينه كتسلم عليك ظاهره بوشرى كتقول تبارك الله عليك. مروه كتضحك تحيه للزبناء يكون راجل. درافات منعم زوره كتقول درافات منعم. مروه كتقول طوب ما جاوبتينيش على السؤال ديالي. رضا رضا الا كان ممكن تعاود تعطيني السؤال ديالك ولا انا غنعاود نطلع نقراه. ورينا البقالي جرانيت عاديين، ها هما بقرا جرانيت ديال بغرير. سلم على الدري وسكينة مبلا، قول لينا الثمن ديال الفراقات راه قلناهم. إعادة إطعام البرنامج معاكم ما جاوش معاكم تستاهلوا أفضل إن شاء الله. خويا سعيد ورقة وقرا وقرا التعليق. أنا خويا مازال طالع عافاك، بغيت الرقم التليفون، أنا من ألمانيا وصيفطوا لي الناظور جاوبني الأم الحنون 0701 21 21 26. غادي تواصلوا مع سكينة وغادي توريكم وغادي يقول لكم داكشي كامل اللي ديسبونيبل عندنا. ام محمد رياض مرحبا. سكينه خالتك زهيره كتبوسك، سكينه كتبوسك خالتك زهيره. ديديكاس ومرحبا بالناس كاملين اللي كيتابعوا اللايف دابا. دائما كنذكر انتم مباشره من محلات اواني شعيب من المحل ديال المحمديه اونفاس مع المحل ديال القرعه. كاينين سلعه كثيره متوفره، الناس راه تبارك الله حافظين اللايف ديالنا وحافظين السلعه ديالنا. السلعه اللي وريتكم في المحمدي، اللي وريتكم في البرنوصي، واللي وريتكم في المدينه، واللي وريتكم دابا، واللي غنوريكم في القرعه نفس السلعه. يعني اي واحد شاف شي لايف قبل من هذا راه نفس السلعه اللي كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا كاينه هنا في اربعه ديال المحلات. شكرا، ما تنساوش بارطاجيو هذا اللايف وتبارك الله عليكم وفي امان الله.